الأول. ترند النهاردة زي ما احنا بنشوف كده 70,000 في الاستاد. 70,000 في الاستاد ده جمهور وطلبات الخاصة بالنادي الأهلي. النادي الأهلي عنده مباراة مصيرية يوم 31 الجمعة أو يوم السبت أول إبريل، لسه يعني يوم 31 مارس يا يوم 1 إبريل القادم مع الهلال السوداني الشقيق على التذكرة الثانية للصعود لدور الثمانية تاني، لأنه خلاص صن داونز صعد، فباقي الأهلي والهلال. الأهلي لو فاز 1-0 أو 3-1 هيصعد، وبالتالي الأهلي يحتاج جمهوره. الأهلي يحتاج جمهوره، والأهلي يحتاج مش 10 ولا 20، يحتاج الرقم اللي قدام حضراتكم ده. بنتكلم في 60-70 ألف. بالمناسبة كانوا حاضرين أول امبارح يوم الجمعة، يوم الجمعة كان حاضر في الاستاد 70,000، كانوا في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كتف في كتف، كان حاضر 70,000. فما عندكش مشكلة أبدا إنه يحضر 70,000 بالمناسبة ويحضر 80,000 في الاستاد. الاستاد ده بياخد 100,000، هنقول 80، خلينا 70. 70 هو رقم معتبر. وبالمناسبة أنت عندك تذكرتي، شركة تذكرتي عاملة منظومة فان اي دي، مفيش اي مشكله عندك للجمهور اللي هيدخل، فانت هتبقى عارف مين اللي داخل عندك واصله ايه وفصله ايه وجمهور، وعارف كل التفاصيل عن الجمهور، وعندك الكاميرات مغطيه الاستاد بكل حاجه في الاستاد، يعني ما عندكش اي مشكله. واي حد بمناسبه يعمل اي، خد اجراء ضد اي حد يرتكب خطا. الجمهور رايح يشجع، جمهور النادي الاهلي رايح يشجع فريقه، لانه فريق النادي الاهلي يحتاج جمهوره النهارده، يحتاجه اليوم قبل اي وقت مضى. تاني بنتكلم سيد محمود توفيق وزير الداخليه وجهاز الشرطه ورجال الشرطه يقدروا يامنوا 70 و80 ومليون و10 مليون، ما عندهمش مشكله خالص في التامين. يعني الداخليه تقدر تامن اي حاجه، مفيش عندها مشاكل خالص، عندها كل الاستعدادات، وهيئه الاستاد جاهزه لاستقبال اي عدد من الجماهير. يستقبل 50 او 70 او 80,000، هيئه الاستاد مستعده لهذا الامر. واستاد القاهرة النهاردة مستعد وجاهز. فإذا القرار 70,000 ليه؟ لأنه تاني الأهلي النهاردة هو ممثل مصر في البطولة دوري أبطال إفريقيا. كنا نتمنى الزمالك كمان يبقى موجود، خلاص الزمالك خرج، فبقى الممثل الوحيد هو النادي الأهلي، وهي البطولة المحببة للنادي الأهلي. فإذا النهاردة لما يتخذ قرار هو قرار أيضا لصالح الكرة المصرية اللي يمثلها النادي الاهلي، وايضا يساعد النادي الاهلي ويساعد فريق النادي الاهلي ان جمهوره يروح له. جمهور النادي الاهلي يا جماعه يعني وانا النهارده كنت بتكلم مع يعني ناس كتير جدا في هذا الملف، لانه خلي بالكم احنا بنعمل حفلات لعمرو دياب ومحمد منير وكذا، بيحضر بال 60 و70,000 و100,000، وحفلات بيحضرها 200,000. ده حفله كانت لمنير حضرها بتاع 250,000. حفلات عظيم. فاحنا عندنا محمد رمضان بيحضر له 100,000، يعني حفلات فيش فيها مشكله، فالناس بتحضر حفلات عندنا بتتعمل ويحضر مئات الالاف، ما عندناش مشكله بالمناسبه خالص. الحمد لله وضع امني مستقر، عندنا جهاز شرطه على اعلى مستوى، ما عندناش ازمه في اي حاجه خالص. وزي ما بقول كده عندنا نظام، شركه تذكرتي عامله نظام محترم من ايام بطوله امم افريقيا، فهذا النظام زي ما بقول كده زيه زي موجود في اي حته في العالم. اي حد هيحضر ماتش مع تذكره معروف، البطاقه بتاعته داخل زي الفل، اهلا وسهلا اتفضل احضر شجع. اي حد يخرج والناس راح تشجع، اي حد يخرج عن التشجيع يتحاسب، غير مسموح. انت عايز النهارده الروح الرياضيه تشجع فريقك، روح شجع فريقك، يخرج عن الروح الرياضيه يحاسب. عشان كده عايزين الكل النهارده هو تشجيع فقط. فعشان كده بنتكلم على هذا الرقم اللي يتمناه النادي الاهلي، يتمناه كل لاعب في النادي الاهلي، يتمناه جمهور النادي الاهلي، انه الاستاد يتملي. لانه الاهلي يحتاج النهارده زي ما بقول لكم اكتر من اي وقت مضى، اللي انت محتاج النهارده تسجل 1-0. 1-0 كفايه. هيوديك دور الثمانيه خلاص. ومباراه بالمناسبه مش سهله، هي مباراه صعبه جدا. جدا. ف
فريق الهلال النهارده فريق مختلف، مش الهلال بتاع زمان، الهلال النهارده ما عنده فرصه الهلال. طب انا النهارده الموضوع عندي انا على ارض القاهره، على ارض مصر، مع جمهوري وبين جمهوري. اقل شيء النهارده يسمح لهذا الجمهور يملى مدرجات استاد القاهره. يبقى خلاص يملى المدرجات والباقي على ربنا يوفقهم ان شاء الله، وعلى اللعيبه كمان باقدامهم يوصلوا النادي الاهلي لدور الثمانيه كمان، ويمثل ويشرف دائما الكره المصريه زي كل الانديه التي تمثل الكره المصريه في الكونفدراليه. فنتمنى، وانا بقول تاني وتالت لانه ده امر ايضا مهم، لانه عامل حاله على تويتر ترندات 3 4 5 ترند كلهم عن افتحوا الاستاد ال 70,000 اللي في الاخر الناس عايزه تشجع فريقها، مش عايزه حاجه تانية. شجعوا فريقهم في هذا الماتش المصيري بالنسبه للنادي الاهلي، ان هو النهارده يمثل مصر. الاهلي مش يمثل بس الجمهور، لا، يمثل مصر، وبالتالي مباراه في غايه الصعوبه. الفيديو الاكثر مشاهده قد يكون ناس كتير قوي قبل ما نروح للفيديو.